أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم بعنوان ضرب وقسمة الأعداد العشري. أعزائي الطلاب، سنتعرف في درسنا اليوم إلى كيفية إجراء عملية ضرب عدد عشري في عدد عشري، وكذلك سنتعرف إلى كيفية إجراء عملية قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر. دعونا نبدأ في الجزء الأول من درسنا وهو ضرب الأعداد العشرية. لاحظ معي عزيزي الطالب التالي: جد ناتج ضرب 2.13 جزءا من 100 ضرب 5 صحيح. نريد أولا أن نتذكر كيف كنا نضرب عددا عشريا في عدد صحيح. القاعدة بشكل عام هي أن تقوم بإجراء عملية الضرب باعتبار عدم وجود الفاصلة، ومن ثم قم بإعادة الفاصلة إلى مكانها المناسب في الناتج النهائي. إذن سنقوم بإجراء عملية الضرب باعتبار عدم وجود أي فاصلة عشرية. إذن سنقول بأننا نريد إيجاد ناتج ضرب 213 ضرب 5. لنقوم بإجراء عملية الضرب الآن. 5 ضرب 3، الناتج هو بالتأكيد 15. إذن 5 وباليد 1. الآن 5 ضرب 1، 5 ضرب 1 الناتج هو 5، وباليد 1 إذن 5 زائد 1 إذن الناتج هو 6. الآن 5 ضرب 2، 5 ضرب 2 الناتج هو 10، نقوم بكتابته في الناتج. إذن الجواب النهائي لحاصل ضرب 213 في 5 هو 1065. لنكتب الآن الجواب في مكانه 1065. نريد الآن وضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب. لاحظ الآن مكان وجود الفاصلة في العدد المضروب. لاحظ عزيزي الطالب أن الفاصلة تقع على بعد منزلتين من يمين آخر رقم في هذا العدد. إذن هناك منزلتان إلى يمين الفاصلة، سأضع الفاصلة في الإجابة أيضا على بعد منزلتين، وبالتالي ستكون الفاصلة ما بين الرقمين 0 و 6، وبالتالي فإن الجواب النهائي هو 10 صحيح فاصلة 65 جزءا من 100. لننتقل إلى التالي. جد ناتج ضرب 3 أجزاء من 10 ضرب جزئين من 10. بنفس الطريقة عزيز الطالب، قم بإزالة الفاصلة العشرية وجد ناتج الضرب. لو أزلنا الفاصلة العشرية ستصبح المسألة بهذا الشكل: جد ناتج ضرب 3 ضرب 2، والناتج هو بالتأكيد هو 6. الآن بعد أن توصلنا إلى الإجابة وهي 6، نريد إعادة الفاصلة إلى مكانها الصحيح. لاحظ هنا وجود الفاصلة على بعد منزلة عشرية واحدة، وهنا الفاصلة أيضا موجودة على بعد منزلة عشرية واحدة، وبالتالي أقوم بجمع عدد المنازل العشرية، منزلة هنا ومنزلة أيضا هنا، يصبح لدي منزلتان. إذن سأضع الفاصلة على بعد منزلتين، ولكن لاحظ أنه لا يوجد إلا رقم واحد في الجواب النهائي، وبالتالي أحتاج إلى وضع مزيد من الأرقام ليصبح لدي منزلتان. ولكن تذكر عزيز الطالب بأن العدد 6 هو نفسه هذا العدد وهذا العدد، أي أنه أي عدد من الأصفار تضعه إلى يسار العدد فإنه لا يؤثر على قيمته. فإذا العدد 6 يمكن كتابته بأي صورة من هذه الصور، ضع ما شئت من الأصفار إلى يسار هذا العدد. إذا سنضع هنا، نحتاج منزلة، إذا سنضع صفرين لأنني أحتاج إلى وضع الفاصلة على بعد منزلتين. إذا هذه منزلة وهذه منزلة، منزلتان، أضع الفاصلة إذن في هذا المكان، وبالتالي فإن الجواب النهائي هو 6 أجزاء من 100. جد ناتج ضرب أيضا 1 صحيح فاصلة 6 أجزاء من 10 ضرب 1 صحيح فاصلة جزئين من 10. بنفس الطريقة عزيزي الطالب، قم برفع الفاصلة العشرية من الأعداد وجد ناتج الضرب أولا. إذن سنضرب 16 ضرب 12 ولنجد الناتج معا. الآن 16 ضرب 12 لنجد الناتج.
لنبدأ في الضرب. 2 ضرب 1 الناتج هو 2، وباليد 1 لتكون الإجابة هي 3. ننتقل الآن إلى منزلة العشرات. 1 ضرب 6 الناتج هو 6، وواحد ضرب 1 الناتج هو 1. الآن لنجمع، 2 زائد 0 الناتج هو 2، و 3 زائد 6 الناتج هو 9 و1. إذن الإجابة النهائية هي 192. هذه هي الإجابة النهائية. الآن عزيزي الطالب، نريد وضع الفاصلة العشرية في المكان المناسب. لنعد المنازل. أولا، في هذا العدد 1.6 أجزاء من 10، الفاصلة موجودة على بعد منزلة عشرية واحدة. هنا أيضا، هنا الفاصلة موجودة على بعد منزلة واحدة، إذن الفاصلة موجودة على بعد منزلتين في الجواب النهائي. الآن سنضع الفاصلة على بعد منزلتين، سيكون المكان المناسب لها ما بين الرقمين 9 و1، وبالتالي فإن الإجابة النهائية هي 1.92 جزءا من 100. لننتقل إلى السؤال التالي. سجادة مستطيلة الشكل طولها 3.5 أمتار وعرضها 6.5 أمتار، ما هي مساحة هذه السجادة؟ إذا نريد حساب مساحة هذه السجادة، ولكن لاحظ عزيزي الطالب أن هذه السجادة هي سجادة مستطيلة الشكل، وما هي مساحة المستطيل؟ إنها حاصل ضرب الطول في العرض. إذا لنبدأ أولا بحساب مساحة السجادة من خلال حاصل ضرب الطول في العرض. لاحظ الآن، الطول معطى هنا وهو 3.5 أمتار، والعرض هنا هو 6.5 أمتار. إذا إذا تمكنت عزيزي الطالب من إيجاد حاصل ضرب 3.5 ضرب 6.5، تكون قد توصلت لحساب مساحة هذه السجادة. إذا دعونا نجري عملية الضرب. سنجري عملية الضرب الآن بإيجاد حاصل ضرب 3.5 ضرب 6.5. لنرفع الفاصلة العشرية من العددين، يصبح لدينا حاصل الضرب المطلوب هو 35 ضرب 65. لنبدأ الآن بإجراء عملية الضرب. 5 ضرب 5 الناتج هو 25، 5 وباليد 2، 5 ضرب 3 15 و2 17. الآن لنبدأ بالعشرات، نضع صفرا أولا. 6 ضرب 5 الناتج هو 30، نضع صفر وباليد 3، وأخيرا 6 ضرب 3 الناتج هو 18، وهناك 3 باليد، إذن الناتج هو 21. أخيرا نقوم بإجراء عملية الجمع. 5 زائد 0 5، 7 زائد 0 7، 1 زائد 1 2 و2 هنا، إذن الناتج النهائي هو 2275. الآن نريد وضع الفاصلة العشرية في المكان المناسب. لاحظ عزيزي الطالب، هناك منزلة واحدة في العدد الأول، وهناك أيضا منزلة ثانية في العدد الثاني، وبالتالي يصبح لدي منزلتان، وبالتالي ستكون الفاصلة العشرية في الإجابة على بعد منزلتين. سأعد الآن منزلتان 1 2، وبالتالي هنا مكان الفاصلة العشرية، وبالتالي فإن مساحة هذه السجادة هي 22.75 جزءا من 100 مترا مربعا. بذلك عزيزي الطالب، نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من درسنا، والذي تعرفنا فيه إلى كيفية ضرب الأعداد العشرية. القاعدة باختصار: قم برفع الفاصلة العشرية، ثم اضرب العددين، وأخيرا أعد الفاصلة العشرية على بعد نفس عدد المنازل في السؤال. هناك المزيد ولكن بعد الفاصل. ها قد عدنا أحباء الطلاب، وكنا قد تعرفنا قبل الفاصل إلى كيفية ضرب عددين عشريين. الآن دعونا ننتقل إلى الجزء الثاني من درسنا، والذي سنتعرف فيه إلى كيفية قسمة عدد عشري على عدد عشري. لاحظ معي التالي. أولا،
دعونا نلاحظ التمهيد التالي وهو متعلق بعملية الضرب. نريد إيجاد حاصل ضرب 2 صحيح فاصلة 15 جزءا من 100 ضرب 10. تذكر عزيزي الطالب بأنه عند ضرب عدد عشري في العدد 10 أو قواها، فإن كل صفر من أصفار العدد 10 أو قوى العدد 10 يقوم بتحريك الفاصلة العشرية باتجاه اليمين منزلة واحدة. إذن العدد 10 به صفر واحد، وبالتالي ستتحرك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين لتقع ما بين الرقمين 5 و1، وبالتالي ستكون الإجابة هي 21.5 أجزاء من 10. لاحظ أنه عند إزالة هذا الصفر لم يتبقى لدي سوى العدد واحد، وبالتالي تصبح الإجابة كما هي. لننتقل الآن إلى سؤال جديد. جد ناتج الضرب 3.67 جزءا من 100 ضرب 100. بنفس الطريقة عزيزي الطالب، لاحظ أن العدد 100 هو من قوى العدد 10. لاحظ وجود صفرين في العدد 100، وبالتالي فإن كل صفر من هذه الأصفار سيحرك الفاصلة منزلة واحدة باتجاه اليمين. إذن ستتحرك الفاصلة منزلتين إلى اليمين لتنتقل إلى يمين الرقم 7، وبالتالي سيصبح الجواب هو 367. لاحظ أيضا العدد العشري 2.5 أجزاء من 10 هو نفسه العدد العشري 2.50 جزءا من 100 هو نفسه 2.500 جزء من 1000 هو نفسه 2.5 من 10,000. إذن عزيز الطالب، ما نريد التوصل إليه من هذه الملاحظة أنه إذا وضعت إلى يمين العدد في الجزء العشري أي عدد من الأصفار فإنه لا يؤثر على قيمته، وبالتالي فإن جميع هذه الصور هي صور متساوية لنفس العدد. سنستخدم هذه الملاحظة في السؤال اللاحق. إذن لاحظ مع الآن 1.8 أجزاء من 10 ضرب 1000. لاحظ أن 1000 هو من قوى العدد 10 وأن به 3 أصفار، وبالتالي ستتحرك الفاصلة العشرية 3 منازل إلى اليمين من آخر رقم. إذن العدد 1000 هو من قوى العدد 10 له 3 أصفار، وبالتالي ستتحرك الفاصلة العشرية 3 منازل. الآن هل هناك 3 منازل إلى يمين الفاصلة العشرية؟ الإجابة هي لا، لا يوجد سوى منزلة واحدة، وبالتالي سأضع الآن صفرين ليصبح لدي 3 منازل، وبالتالي ستتحرك الفاصلة الآن 3 منازل 1 2 3 لتصبح إلى أقصى اليمين، وبالتالي تصبح الإجابة النهائية هي 1800. الآن عزيزي الطالب، دعنا ننتقل للتعرف على قاعدة قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر. عند قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر فإننا نحول المقسوم عليه إلى عدد صحيح ثم نجري عملية القسمة. إذن عليك أولا تحويل المقسوم عليه إلى عدد صحيح، ومن ثم انتقل إلى إجراء عملية القسمة. لاحظ معي الآن التالي. نريد تغيير موقع الفاصلة العشرية بحيث يصبح المقسوم عليه عددا صحيحا. إذن لنبدأ بتغيير مكان الفاصلة العشرية. لاحظنا قبل قليل عزيز الطالب أن الذي يحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين هو الضرب أحد قوى العدد 10، وبالتالي المقسوم عليه هنا هو العدد 7 أجزاء من 10. الفاصلة تقع على بعد منزلة واحدة، وبالتالي سأحتاج العدد 10 لأضرب به لتتحرك الفاصلة منزلة واحدة باتجاه اليمين، وبالتالي يصبح العدد 7 من 10 هو العدد 7 صحيح. وبالتالي عزيز الطالب لاحظ أنني سأقوم بتحريك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين بضربها بالعدد 10، وكذلك الأمر ستتحرك الفاصلة بنفس الطريقة منزلة واحدة في العدد 4.97 جزءا من 100، لأنني سأضربها أيضا في العدد 10 بنفس الطريقة. إذن ستتحرك الفاصلة منزلة عشرية واحدة في المقسوم عليه، وبالتالي ستتحرك أيضا فاصلة منزلة عشرية واحدة أيضا في العدد المقسوم، وبالتالي ستكتب المسألة بصورتها الجديدة
49.7 أجزاء من 10 تقسيم 7 صحيح. إذن قمنا بضرب المقسوم والمقسوم عليه في العدد 10 لتحريك الفاصلة، ولاحظ أن الفاصلة تحركت بنفس عدد المنازل في المقسوم والمقسوم عليه. لننتقل إلى سؤال جديد الآن. 16 صحيح و25 جزءا من 100 تقسيم 1 صحيح و25 جزءا من 100. الآن لاحظ المقسوم عليه هنا هو 1 صحيح فاصلة 25 جزءا من 100. إذن لاحظ أيضا كم منزلة هناك إلى يمين الفاصلة، هناك منزلتان، وبالتالي سأحرك الفاصلة منزلتين إلى اليمين بضربها بالعدد 100، وفي المقابل ستتحرك أيضا الفاصلة العشرية في العدد المقسوم هنا أيضا منزلتين إلى اليمين، وبالتالي ستنتقل الفاصلة إلى يمين الرقم 5، وبالتالي لن تكون لها قيمة، وبالتالي سيصبح الشكل الجديد للسؤال هو 1625 تقسيم 125. نلاحظ أيضا سؤالا جديدا. 22.5 أجزاء من 10 تقسيم 15 جزءا من 100. نريد هنا أيضا تحريك الفاصلة منزلتين. لماذا؟ لأن الفاصلة تقع على بعد منزلتين، وبالتالي سنضرب بالعدد 100 هنا لتتحرك الفاصلة منزلتين، وفي المقابل أيضا سنضرب هنا أيضا بالعدد 100. ستتحرك الفاصلة منزلتين، ولكن لا يوجد سوى منزلة عشرية واحدة، وبالتالي أحتاج منزلة أخرى. إذن كما تعلمنا من قبل سنضيف صفرا هنا أيضا، ومن ثم سأنقل الفاصلة على بعد منزلتين. إذن ستكون الصورة الجديدة للمسألة هي 2250 تقسيم 15. لننتقل إلى سؤال جديد الآن. 83.2 تقسيم 216 جزءا من 1000. لاحظ هنا أولا هذا هو المقسوم عليه. لاحظ وجود الفاصلة العشرية على بعد 3 منازل، وبالتالي نريد تحريكها 3 منازل باتجاه اليمين، أي بضربها بالعدد 1000، وفي المقابل ستتحرك الفاصلة العشرية أيضا في المقسوم 3 منازل، ولكن لاحظ أنه لا يوجد سوى منزلة واحدة، وبالتالي سأضيف هنا صفرين، ومن ثم سأقوم بتحريك هذه الفاصلة منزلتين إلى اليمين. ستصبح الصورة الجديدة للسؤال هي 83.2 تقسيم 216. الآن دعونا نباشر في عملية القسمة بعد أن تعرفنا إلى كيفية جعل المقسوم عليه عددا صحيحا. لننتقل الآن إلى هذا المثال. جد ناتج قسمة 6 صحيح فاصلة 25 جزءا من 100 تقسيم 5 أجزاء من 10. قلنا من قبل يا أحبائي في القاعدة بأنه ينبغي عليك جعل المقسوم عليه أولا عددا صحيحا. المقسوم عليه هنا هو العدد 5 أجزاء من 10. لاحظ هنا أن الفاصلة العشرية موجودة على بعد منزلة واحدة، وبالتالي سأحركها باتجاه اليمين منزلة واحدة، وفي المقابل ستتحرك الفاصلة العشرية في العدد المقسوم أيضا منزلة واحدة إلى اليمين لتقع ما بين الرقمين 5 و2. إذن الصورة الجديدة للسؤال هي 62.5 أجزاء من 10 تقسيم 5. هنا أريد إجراء عملية القسمة وإيجاد الناتج. الآن دعونا نبدأ بإجراء عملية القسمة. نكتب هنا المقسوم وهنا المقسومة عليه. الآن لنبدأ بإجراء عملية القسمة. لاحظ معي الآن 6 تقسيم 5 الناتج هو 1. الآن 1 ضرب 5 الناتج هو 5. لنقوم بإجراء الطرح أيضا. 6 ناقص 5 يتبقى لدي 1. الآن ننتقل إلى المنزلة التالية، ننزلها وهي العدد 2، يصبح لدي العدد 12. الآن 12 تقسيم 5 الناتج هنا هو 2. لنضرب الآن 2 ضرب 5 الناتج هو 10. لنقوم الآن بإجراء الطرح. 2 ناقص 0 الناتج هو 2، و1 ناقص 1 الناتج هو 0.
الآن لاحظ أننا وصلنا إلى الفاصلة العشرية. نضع الفاصلة العشرية هنا في الناتج وننزل الرقم الأخير وهو الرقم 5. الآن 25 تقسيم 5، الناتج يكتب هنا وهو 5. أخيرا الضرب 5 ضرب 5، الناتج هو 25. الآن لنقوم بعملية الطرح. 5 ناقص 5 الناتج هو 0، و2 ناقص 2 الناتج هو 0، وبالتالي أكون قد وصلت إلى نهاية الحل. إذن الناتج النهائي لعملية القسمة هو 12.5 أجزاء من 10. لننتقل الآن إلى سؤال جديد. تاجر عنده 67 لترا ونصف من الزيت، يريد تعبئته في زجاجات. سعة الزجاجة الواحدة 1.25 جزءا من 100 من اللتر. كم زجاجة يحتاجها التاجر؟ إذن هناك 67.5 أجزاء من 10 من اللترات، يريد توزيعها على زجاجات سعة كل منها 1.25 جزءا من 100. وبالتالي يمكنك عزيز الطالب فهم هذا السؤال على أنه عملية قسمة. إذن لحساب عدد الزجاجات سنقوم بقسمة عدد لترات الزيت على سعة الزجاجة الواحدة. عدد لترات الزيت هنا هو 67.5 أجزاء من 10 تقسيم سعة الزجاجة الواحدة وهو 1.25 جزءا من 100. لنقوم الآن عزيز الطالب بإجراء عملية القسمة. لاحظ أولا هذا هو المقسوم عليه. لاحظ أيضا أن الفاصلة العشرية موجودة على بعد منزلتين، وبالتالي سأقوم بتحريكها إلى اليمين منزلتين، وفي المقابل ستتحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين في المقسوم منزلتين، ولكن لا يوجد إلى يمين الفاصلة العشرية في المقسوم سوى منزلة واحدة، وبالتالي سأضيف هنا صفرا لأقوم بتحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين، وبالتالي تتغير صورة السؤال لتصبح بصورته الجديدة 6750 تقسيم 125. الآن سأقوم بإجراء عملية القسمة. لاحظ معي، نكتب هنا المقسوم وهنا نكتب المقسومة عليه. لنبدأ الآن بإجراء عملية القسمة. لنبدأ بالعدد 6. 6 تقسيم 125 الناتج هو 0. إذن لنأخذ منزلتين معا، 67 تقسيم 125 الناتج أيضا هو 0. لنأخذ الآن 3 منازل معا، 675 تقسيم 125 الناتج هو عزيز الطالب هو 5. إذن سنضرب الآن 5 ضرب 125 الناتج هو 625. الآن لنقوم بإجراء عملية الطرح. 5 ناقص 5 الناتج هو 0، 7 ناقص 2 الناتج هو 5، 6 ناقص 6 الناتج هو 0. يتبقى لدي 0 هنا أقوم بإنزاله، وبالتالي يصبح العدد 500. الآن لنقسم 500 تقسيم 125 الناتج يكتب بالأعلى وهو 4. لنقوم بإجراء الضرب. 4 ضرب 125 الناتج هو 500. وأخيرا نجري عملية الطرح. 0 ناقص 0 0 و0 ناقص 0 0 و5 ناقص 5 أيضا 0، وبالتالي أكون قد وصلت إلى الإجابة النهائية وهي 54. وبالتالي ما يحتاجه لتوزيع الزيت هو 54 زجاجة. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والذي تعرفنا فيه إلى كيفية ضرب الأعداد العشرية، ومن ثم انتقلنا للتعرف إلى كيفية قسمة الأعداد العشرية. في الختام أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.